حسابات البيع وشراء لدى الحاج صالح تختلف بعد إضراب أصحاب شاحنات نقل البضائع عما قبله، فالطرح من الأرباح بات الأقرب لدفتر حسابات محل بيع اللحم بوجود كثير من حاويات البضائع الجاثمة في الميناء نتيجة الإضراب. يعني كنا نجيب الكيلو العجل بأربعة دنانير بنبيعها بأربعة ونص، بنجيبها بأربعة ونص بنبيعها بخمسة ونص، بندفع أجر السيارة من عمان للعقبة حتى تتم. بعد الإضراب ارتفع كل إشي من عمان، لأنه إحنا مستورد لحم مستورد وبنجيبه من عمان، حتى الغنم اللي عندنا بنجيبها من عمان مستورد، يعني فرقت معانا بالسعر، وهذا كله على ظهر المواطن. ركود أصاب الأسواق بعد تعطل حركة الحاويات برأي كثيرين، وجدوا أن الوضع زاد سوءا نتيجة الإضراب في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به أسواق العقبة نتيجة تعطل حاويات الميناء، والتي تعتبر منفذا لدخول البضائع إلى البلاد بشكل عام، مما يشكل خطرا اقتصاديا برأي مراقبين. هو ركود على ركود كما يصفه كثيرون نتيجة توقف الحاويات في ميناء العقبة، فسوق العقبة بات يعاني من عقبة أقل ما تستدعي حلا ينقذ الموقف. وفي سبب المشكلة يتمحور أساس احتجاج السائقين على منح تراخيص لعدة شركات غير شركة أبناء الأردن باعتبارها مطلب الناقل الفردي، الأمر الذي اعتبره السائقون تغولا على رزقهم ومنافسة غير متكافئة مع متنفذين لهم كل الدعم على حد تعبيرهم. مماطلتهم وتسويفهم هو اللي أجبرنا على تعدد الاعتصامات. احنا الآن ما عندنا ولا مطلب ولا شيء إلا أنه ينفذوا قرار مجلس رئاسة الوزراء 2294 واستمرارنا في الاعتصام لحين حصولنا على الترخيص المطلوب. ما بنحل من هون إلا والنفس طويل الحمد لله رب العالمين. إحنا خسائرنا كل يوم علب السردين، غيرنا بيخسر ملايين. مراقبون أكدوا أنه وفي ظل الأزمة يبدو مصطلح الأمن الغذائي الأكثر تداولا في الشارع الاقتصادي، بانتظار حل ينقذ الموقف ويرجع العربة إلى الطريق. ربيع الصعوب لبرنامج نبض البلد.